ونستذكر انه ياسر عرفات ابو عمار عندما جاء وقت الاستحقاق رفض التنازل عن جزء داخل المسجد الاقصى، وانه دفع ثمن رفضه ان تم اغتياله نتيجة هذا الرفض. والان اخواني ايضا نقول السلطة، لربما السلطة بيحاولوا مع السلطة، بيحاولوا مع الاردن، وبيحاولوا ايضا مع السعودية الى الوصول الى هذه النقطة. لغاية الان بحالهم يوصلوا، ولكنهم لم ينجحوا، ولا اعتقد انهم راح ينجحوا. لن يستطيع اي انسان ان يتنازل عن المسجد الاقصى ولا باي حال من الاحوال.